une des plus influentes rock de groupe a été animée par la diva Ethel Chan. Benzir Kalama, Rafida et Farida Kofatabou se rapprochent du public pour augmenter la cadence. مرحبا بك حسنا اليوم معنا راكي جيتينا اليوم لوبيرا الجزائر وكي عاودتي تلاقيتي مع الجمهور تاعك بعد انقطاع تاع 3 سنين بسبب المرض تقاطعات وكنا نجوا نخدموا وهذه هي الدنيا واليوم كيفاش صبتي الجمهور تاعك؟ اليوم جاتني كل شيء جازين فرحت شحال من اللي عرضوني وراني نخمم عليها يا ربي فوق نمشي يا ربي فوق نجي يا ربي يبعد هذا البلاء علينا ان شاء الله الاسلام كيفاش صبتي الجمهور تاعك اليوم؟ الجمهور؟ تبارك الله تبارك الله تبارك الله كثر من اللي نهار اللي جينا هنا كثر الناس قنطانين مساكين فرحوا بنيات صغيرين دي بيبي كاع كل يشتغل حليل فرحت غنيتي معاهم وغناو معاك؟ واه غناو بقوا جزائر جوهرة يبغوها يبغوها يموت عليها حسنا حسنا اليوم شفنا حاجة جديدة في الجوق تاعك دخلتي الآلات عصرية لا باتري ولا جيتار إلكتريك ودخلتهم قبل يعاونوني في لاباس باش نطلع لا جيتار إلكتريك لا جيتار إلكتريك تبغي لاباس تبغي الباتري تبغي باش هكا تجي حالة شابة وراك شتي راك كيفاش جاتك هذه الفكرة باش تدخلي الآلات العصرية في جاتني الفكرة هذه داروها لي في فرنسا خدمت فيها في فرنسا واحد المانجر اللي كسيت فيها كانت تخدمني هي من إيطالي دارت لي هي قالت لي ديري لا باز وديري الباتري باش يعاونوك في الصوت انا كنت نغني غير بالدربوكه والبندير والشكشاكه وقرقعب والقمبري دروكا كي قالت لي هي ديري الباتري ديري ديري هاد لا باز درتو جاو زينين تبارك الله سمعتو احسنا وشنو هو الجديد تاعك عندنا بزاف ما سمعناش الجديد تاعك الجديد انا راني غني واحد الاغنيه تاع بكري تاع زمان كانت واحد الشيخة يقولها ماما أحمد الله يرحمها زمان نتاع سيدي بوشعيب عبران ما نديرها في الألبوم إذا كتب ربي ندير ألبوم نتاع سيدي بوشعيب سقينا تاع دبيلي طالع دابي أوليدي وليدي وفيها هذه تاع عيسى تاع التورات هذه تاع التورات زينين شابين باش نردوهم ثاني إن شاء الله زينين هادو زينين بزاف حسنا البشارية واش تقول للجمهور تاعك؟ الجمهور راني فرحانة به الله يعمره ويكثر خيره فرحوا بيا بوليداته بلي بيبي بزوز تبارك الله تبارك الله الحيد يعطيك الصحة يسلمك